يعني انا الحقيقه يعني اول فممدوح حمزه ليا معاه يعني حكايات وجولات كبيره وكثيره، يعني نكتفي بذلك دلوقتي. انما ممدوح الحقيقه شخصيه خاصه جدا جدا جدا، وهو شخص شاطر جدا، ذكي جدا، لماح جدا، عصبي جدا، ودي كانت سر نجاحه وسر برضه اخفاقاته بلا شك. يعني اخي العزيز علاء الاسواني انا طول عمري معجب به باعتباره اديب بالمعنى الحقيقي وملتزم بالفعل بقضايا الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان بشكل حقيقي، وهو اديب عظيم بلا شك. و احد مزاياه العظيمه ان هو نتيجه اتقانه للغه الانجليزيه استطاع بذكاء شديد ان هو يعني بسهوله ينتقل الى المجال العالمي، بحيث انه الان اديب مصري عالمي يشرف مصر يعني وجوده واسماته. وحسب معلوماتي فمعظم قصصه مترجمه لعديد من اللغات في العالم يعني. فنحن اذا قيمه ادبيه عظيمه بلا شك. تزاملنا بقى في ميدان التحرير في اثناء الثوره، وتعرفت بقى على علاء في اثناء الثوره من اول يوم من 25 يناير. وكانت ايام عظيمه جدا جدا ومجيده بلا شك.